السؤال 7 vector A has components ax equal minus 2 and ay equal 2. Its direction with respect to the positive x-axis is determined by the angle. إذا لدينا المتجه بالإحداثيات أو المركبات سالب 2 و 2 متساويات ومتعاكسات والمطلوب زاويته بالاتفاق بما أنه مطلوبة بالنسبة للبوزيتيف x-axis. في نفس الوقت نعمل مراجعة. إذن الجواب على السؤال بطبع المتجه تاعنا لديه x negative و y positive ومتساويين، إذن سوف يتواجد في هذا المربع. تمام، مستطيل هو عبارة عن مربع بما أن الإحداثيات متساوية فالضلعين متساويين وزاويته سوف تكون هذه بمعنى 90 زائد 45 يعني باي على 2 زائد باي على 4 اللي هو إذن 135 درجة. طريقة أخرى بطبع هي تحويل من الإحداثيات الديكارتية إلى الإحداثيات القطبية، والزاوية هي أحد الإحداثيتين القطبيتين، فبالتالي تان تيتا هو عبارة عن إحداثية واي أو المركبة واي تقسيم مركبة إكس يعطيك سالب واحد. فالآلة الحاسبة المفروض تان سالب واحد مع ممكن يعطيك الزاوية 135 درجة أو سالب 45 درجة. الحل 135 درجة بطبع هو الحل تاعنا، إذا هو الحل اللي يناسب واي بوزيتيف وإكس نيجاتيف. أما الحل الآخر اللي هو سالب 45 فهو الحل الآخر المعاكس تماما بما أنه الدالتان لها دورة باي أو 180 درجة اللي هو هذا، ولكن هذا ليس حل المسألة لأنه الإكس تاعه بوزيتيف والواي تاعه نيجاتيف يتواجد في الربع الأخير، وبالتالي سوف نختار الحل الأول. بصورة عامة وهذه كملاحظة ومراجعة للمتجهات، any vector with equal length component should fall in one of the four squares. شايفين هذا المربع في الربع الأول، مربع في الربع الثاني، مربع في الربع الثالث، ومربع في الربع الأخير. والزوايا لهذا المتجهات الأربعة سوف تكون إذن إما باي على 4، باي على 4 هو 45 درجة، أو 1 2 3 3 باي على 4، أو 4 5 5 باي على 4، أو 6 7 باي على 4 أو سالب باي على 4 للأخير. إذن هذه الزوايا إذن المعروفة للمتجهات هذه أو بالدرجة، إذن تكون هذه الزوايا هذه. بطبع الزاوية 315 أو سالب 45 هي نفس الزاوية.